السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش على مستوى مستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس بالناحية العسكرية الأولى، وهذا بحضور كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، ومديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني. في المستهل وبعد مراسم الاستقبال، تابع السيد الفريق أول عرضا شاملا حول هذا الصرح الصحي الجديد قدمه مدير المستشفى قبل أن يعاين ميدانيا مختلف مرافق ومصالح هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل بسعة 278 سريرا، لتكون لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية، حيث تمثل هذه المؤسسة الصحية نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع، وتعد أحد الإنجازات النوعية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق. في الختام، حرص السيد الفريق أول على إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي الصرح الطبي المختص، والتي تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذه المنشأة الحيوية وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الطبي الأمثل بالمستخدمين العسكريين وذويهم.